وقبل ما نبدأ الفيديو أحب أشكركم لأن أنتوا حطيتوا لايكات كتير للفيديو بتاع بورا، والموضوع ده شجعني جدا فقررت أكافئكم وأعمل لكم ملخص لأنو اللي كلنا بنحبه. والميزة في المسلسل ده أنه هو طالع بدور أيدول، لأ وكمان اسمه أنو. وعشان خاطري وخاطر أنو قبل ما نبدأ حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة واكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا أون سونج اللي بتكون متدربة في شركة أيدول بقالها 7 سنين، ومن أهم صفات أون سونج إن هي عندها قدرة غريبة بتخليها تقدر تشوف المستقبل واللي هيحصل بعد كده. وفي مرة بتشوف إن فرقة سول المشهورة اللي بتتكون من أون هو وإيرب وتي وجاي كان عندهم حفلة وكانوا مكسرين الدنيا، بس للأسف واحد من الإعداد بيوقع بطارية بالغلط ناحية المسرح، لو كمان البنوتة اللي جنبه بتدوس على حاجة بالغلط فبتفتح فتحة في المسرح، وبالغلط تيو بيتكعبل في البطارية اللي الراجل حدفها فبيزق واحد من اللي كانوا واقفين بالغلط وبيقع في الحفرة، ومحدش من الفرقة بيروح يساعد الراجل اللي وقع ده، وبيفضلوا يرقصوا لغاية اما الحفلة تخلص. وطبعا الجمهور مش بيعدي حاجة زي دي وبيبتدوا ينتقدوهم. وعشان المشكلة تكمل في فرقة اسمها جي لوف بتقول ان فرقة سول سرقة اغنية من اغانيهم وناسبها لنفسهم، وطبعا الجمهور ما بيصدق وبيبتدوا ينتقدوهم خصوصا تيو لان هو اللي كان قايل ان هو اللي مألف الاغنية المسروقة. وطبعا بعد الفضيحة اللي حصلت دي الرئيس التنفيذي للشركة بيعلن استقالته وبيلغي كل البرامج اللي كانت مرتبطة بيه، وللأسف بيكون من ضمن البرامج اللي اتلغت برنامج أون سونج. ولما أون سونج بتعرف ان كل ده هيحصل في المستقبل وان البرنامج بتاعها هيتلغي بتقرر وبتقول لنفسها انا لازم امنع ان كل ده يحصل وان البرنامج بتاعي يتلغي، فبتتنكر وبتروح لفرقة سول قبل الحفلة على طول وبتفضل تكتب لهم ملاحظات وبتحذرهم ان هم يروحوا الحفلة، بس للأسف محدش فيهم بيسمع كلامها وبيسيبوها وبيمشوا. وللأسف كل اللي أون سونج شافته بيتحقق وفرقة سول بتتفضل، وبسببهم البرنامج اللي أون سونج كانت هتشارك فيه بيتلغى فبتقعد في البيت من غير شغل. وبعد سنتين أون سونج بتروح تقابل كانج قائدة شركة ستار لايت للأيدولز، وكانج بتقول لأون سونج عشان خاطر بس انت اتدربتي عندنا 7 سنين وكنت المفروض تبقي أيدول أنا هعينك مديرة فرقة أيدول يا ستي. وأون سونج بتفرح وده لأنها مش مصدقة إن هي هتبقى مديرة. وفي مرة بتروح المطار عشان تستقبل فنان جديد هينضم للشركة بتاعتها، والفنان ده بيكون اسمه هيون، وهيون اول ما بيشوف أون سونج بيقول لها هو انا ليه حاسس ان انا شفتك قبل كده، فأون سونج بتبتدي تتنطط عليه وبتقول له اكيد شفتني في برامج الايدول انا بطلع في برامج كتير، فهو بيقول لها افتكرت انا مشفتكيش في حتة اصلا لان احنا اساسا ما عندناش قنوات كورية في منغوليا. وبنعرف ان هيون من اصل كوري بس بقاله 13 سنة عايش في منغوليا. ولما أون سونج كانت راحة الشركة المدير بتاعها بيكلمها وبيقول لها ان هي بقت المديرة الجديدة لفرقة سول، وده لان المدير بتاعهم تعبان وبيطلب منها ان هي تروح تجيبهم. وطبعا أون سونج ما بتبقاش طايقة فرقة سول فبتقفل المكالمة وبتفضل تشتم فيهم، ولكنها بتمسك نفسها عشان هيوم ما يسمعهاش ويروح يفضحها. وبنروح لتيو قائد فرقة سول اللي الزمن جه عليه قوي يا عيني لدرجة ان هو بيوعد واحدة من المعجبات بتوعه، ولكنها بتفضل تهزقه عشان هو معهوش فلوس وكمان ما بيشتغلش، وبتقرر ان هي تنفصل عنه. وتيو بيفضل يترجاها ان هي تستنى معاه وان هو قريب قوي هيبقى مشهور ويعمل حفلات ومهرجانات، بس هي ما بتعبروش وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده أون سونج بتكون وصلت فتيو بيركب معها العربية وبيكون زعلان قوي. وبنروح لأنو اللي بيكون ممثل ثانوي قد الدنيا، بس للأسف المخرجين بيهزقوه لأن هو ما بيتقمصش شخصية كويس، وعشان أنو خايف للمخرج يطرده بيتأسف له وبيضحك في وشه وبيقول له ما تزعلش مني. وأول لما أنو بيضحك الكاست كله بيفضل يقول للمخرج سامح أنو هو ما غلطش، الغلط كله من عندنا احنا. وطبعا هما بيكونوا خايفين على أنو لا يزعل أو نفسيته تتأثر. وبعد لما أنو بيخلص المشهد أون سونج بتعرفه إن هي المديرة الجديدة بتاعتهم، فأنو بيتبسط وبيفضل باصص عليها طول السكة ومركز معاها وبيبان عليه إن هو معجب بيها، فهي بتتجاهله وبتعمل نفسها مش واخدة بالها. وبيكونوا في الوقت ده رايحين يجيبوا إيرب، وإيرب بيكون العضو التالت في الفرقة، وبعد ما الفرقة وقفت بيرجع المدرسة الثانوي تاني. ومن حظ إيرب الوحش ان الطالب الاول على الفصل بيبقى ايدول مشهور اكتر منه، فالولد ده بيقعد يغيظ إيرب من تحت لتحت، لا وكمان الفصل كله بيقعد يتنمر عليه.
ومحدش من الطلاب بيكون طايقه لدرجة ان هما بيرفضوا يكونوا معاه فريق مدرسي. وطبعا قرب مش بيهتم باللي هما بيقولوه، بس لما بيلاقي عربية الفرقة قدام المدرسة بيعلي صوته عشان يغز زمايله وبيقول ايه ده يا شباب، هو احنا عندنا مهرجان وحفلة النهاردة؟ وبيبدأوا تدريب فعلا عشان عندهم مهرجان النهاردة، وبيكونوا مبسوطين اخيرا ان هما هيرجعوا يغنوا بعد ما وقفوا سنتين. بس للأسف فرحتهم ما بتكملش، لأن مدير أنسونج في الشركة بيكلمها وبيقول لها إن ده آخر مهرجان فرقة سول هتغني فيه. وأنسونج الذكية بتكون فاتحة التليفون، فالفرقة بتسمع الخبر ده وبتتصدم. فتيو بيكون مبسوط وبيفاجئهم وبيقول لهم اوعوا تكونوا اتصدمتوا، ده برنامج الكاميرا الخفية. فتيو بيقول لهم هم مفكرين نفسهم هيضحكوا عليا، بس أنا خدت بالي من الكاميرا اللي هم حاطينها في العربية. فأونو بيأكد كلامه بيقوله أنا أساسا شاكك في أونسونج والولا هيون اللي معاها. وتيو بيتفق معاهم إن هم هيستغلوا البرنامج ويقولوا إن هم ما كانوش يعرفوا حاجة عن السرقة الفكرية للأغنية بتاعتهم ويحاولوا يبرقوا نفسهم. وبيبدأوا يدوروا على الكاميرا اللي موجودة في المكان، والشكوك كلها بتتأكد لما هيون بيدخل بالكاميرا وبيقولهم أنا عايز أصوركم. فأونو بيستغل الفرصة وبيفضل يزعق لتيو بيقوله انت ازاي تدينا اغنية مسروقة. فتيو بيقوله صدقني يا أونو انا ما كنتش اعرف ان هي مسروقة. وبالغلط بيزقوا أونسونج وبيدوسوا على الفلاشة اللي عليها الاغنية اللي هم مفروض هيغنوها، فالفلاشة بتتكسر. فأونسونج بتتعصب وكانت لسه هتزعق لهم، بس هم بيقولوا لها احنا عارفين ان انتوا برنامج الكاميرا الخفية. فأونسونج بتتعصب وبتقول لهم مفيش كاميرا خفية، انتوا جايين هنا عشان تغنوا في مهرجان. وطبعا كلهم بيزعلوا لان هما كده اتأكدوا ان دي اخر مرة هيغنوا فيها. وأونسونج بتصدمهم اكتر لما بتعرفهم ان هما كسروا الفلاشة اللي عليها الاغنية بتاعتهم بالغلط. وبعد لما الفرقة بتجهز نفسها للغنى بيقرروا ان هما هيعلنوا للجمهور ان هما هينفصلوا وهيودعوهم. وهيون بيقدر يحل مشكلة الموسيقى لما بيتفق مع واحد من فرقة تانية يعزف معاه، وده لأن هيون بيعرف يعزف. وبتنجح فرقة سول وبتقدر ان هي تغني. وكانجي بتيجي تحضر المهرجان، فأونسونج بتفضل تتحايل عليها ان هي متمشيش فرقة سول. فكانجي بتقول لها ان الفرقة مش هتمشي ولا هينفصلوا اساسا. وطبعا الكلام ده بيصدم أونسونج، وفي الوقت ده تيو والفرقة بيكونوا زعلانين وبيعلنوا ان هم هينفصلوا ومش هيرجعوا يغنوا تاني. وطبعا خبر انفصال الفرقة بيطلع ترند، فكانج والمساعدين بتوعها بيقرروا ان هم هيدوا سول فرصة تانية. فبيكلموا الفرقة وبيقولوا لهم ان هم هيشاركوا في التقييم الشهري للايدولز. فأون هو بيقول لها طبعا احنا هنبقى حكام ما تقلقيش مش هنعمل مشاكل خالص. ولكنها بتصدمهم لما بتقول لهم ان هم هيتدربوا على اغنية ويشاركوا في التقييم الشهري كأنهم لسه متدربين. وطبعا الكلام ده بيزعلهم جدا، وده لانهم بيبقوا خايفين على سمعتهم. ولما بيروحوا يتدربوا الايدولز التانيين بيكونوا شمتانين فيهم لان هم دلوقتي بقوا متدربين زي بعض. وعشان يبطلوا شماته تي بيقول لهم احنا اللي اقترحنا على الشركه اننا نشارك معاكوا عشان خاطر نشجعكوا. وبياخد بقيه الفرقه وبيطلعوا يتدربوا في مكان تاني قبل ما يتفضح اكتر من كده. وعلى جانب اخر كانجي بتعجب بالاغاني اللي هيوم مسجلها، وكانجي بتقول له احنا موافقين ان انت تشتغل معانا وكمان هنضمك في فرقه ايدولز. وهيون بيبقى متحمس وبيقول لهم اكيد طبعا هتسيبوني اختار الفريق بتاعي. ولكنهم بيصدموه لما بيقولوا له ان هو خلاص اتدبس وهيبقى مع فرقه سول. وون سونج بتبقى متعصبه قوي، خصوصا ان هيون كان هيعترض على قرارات الشركه، فبتقرب منه وبتقوم دايس على رجليه. وون سونج بتفضل تهزه وبتقول له بقى انت على اخر الزمن هترفض عرض الشركه. وبتبتدي تشرح له وبتقول له يا بختك ان انت هتبقى ايدول وان دي حاجه حلوه قوي. وبتاخده توري له الايدولز وهم بيتدربوا وبتقول له شايف بيرقصوا حلو ازاي، شايف عضلاتهم جميله ازاي، بص لجسمك الاول وبقى تعالى اتكلم. وهيون بيحس بالاحراج قوي، خصوصا لما بيبص وما بيلاقيش عنده عضلات زيهم. وأونسونج بتكمل تهزيق فيه وبتقوله ان هو اكيد مش بيعرف يتكلم لغات وان هو واحد فاشل. وعشان تغيظه اكتر بتفضل تقوله كلام بالماليزي، ولكنها هي اللي بتتصدم وبتتغاظ لما هو بيقولها نفس الكلام اللي هي قالته. وهيون بيحرجها لما بيقولها ان هو بيتكلم صيني وياباني وماليزي وفيتنامي. وبالرغم ان أونسونج بتفضل تهزق فيه الا ان هو بيبقى حنين، فبيشدها قبل ما الراجل يخبط فيها. وبياخدها معاه الاستوديو وبيعمل لها اكل وبيهتم بيها.
وفي الوقت ده كانج بتقول لفرقة سول ان هيون هيبقى معاهم في الفرقة، فهم بيعترضوا بس هي بتهددهم فبيضطروا يوافقوا في الاخر. وتيو ما بيكونش طايق هيون، ولما بيروح الاستوديو بيفضل يزعقله ان هو بيستخدم الادوات بتاعتهم. وتيو كان لسه هيهزق أونسونج بس من حظها الحلو بيجيلها تليفون شغل فبتمشي، وبيبدأوا تدريب على الأغنية بتاعتهم. وتيو بيفضل يزعق لهيون لأن هو بيعزف وهم بيتدربوا، بس أونو بيسكت تيو، وده لأن اللحن اللي هيون بيعزفه لايق على الأغنية بتاعتهم فبيكملوا تدريب. ونروح لأون سونج اللي بتكون قاعدة مع صاحبتها بيني في نفس الشقة، وبتكون بيني أيدول مشهورة. وبنعرف ان أون سونج لحد دلوقتي ما عندهاش حبيب، وده لأن كل الرجالة بيقربوا منها عشان خاطر صاحبتها بيني. وعلى جانب اخر هيون لما بيوصل بيت فرقه سول بيلاقي مزبله وكل حاجه فيه منتنه، ولكن لما الفرقه بتوصل بالليل بتلاقي البيت متنظم وكل حاجه فيه مترتبه، مبيكونوش عارفين مين اللي مرتبها، بس لما بيشوفوا هيون بيعرفوا ان هو. وتيو بيدخل الجائزه اللي هيون طلعها في العلبه تاني، وده لان الجائزه دي عزيزه على قلبه ومن ساعه ما خدوها وهي ما بتطلعش من العلبه. وتيو بيفضل يزعق لهيون، بس أونو بيهديه وبيقوله ان هيون هيقعد معاه في الاوضه، وإيرب بيعترض بيقوله الكلام ده مش هيحصل، هيون هيقعد معانا في الاوضه. وتاني يوم تيو بيفضل يتخانق مع هيون وهم رايحين الشركه، ومن حظهم الوحش ان العربيه بتاعتهم كانت هتخبط في عربيه تانية، فتيو ما بيسكتش على الموضوع ده وبينزل يزعق. ولكن تيو بيتصدم لما بيعرف ان العربية اللي هو بيزعق لها دي عربية الايدول المشهور الجي، اللي بيطلع يزعق لتيو بيقوله ان هو اللي غلطان. وعشان المشكلة تكمل هيون بيقول للجي انت عندك حق وعربيتنا احنا اللي غلطانة واحنا مفروض نمشي. وطبعا بعد اللي هيون قاله بيتحرجوا وبيضطروا يمشوا، وتيو مش بيعدي اللي حصل وبيفضل يزعق لهيون وبيقوله انت كنت المفروض تكذب وتقول ان عربيتنا مغلطتش، بس هيون بيقوله انا عمري ما كذبت في حياتي. وطبعا الكلام ده بيعصب تيو والخلاف بيزيد ما بينهم اكتر. وفي الوقت ده أونو بيبقى عنده مشهد تمثيل، وأول لما بيبص للممثلة وبيضحك بتنسى الكلام اللي هي مفروض تقوله وما بتفتكرش منه حاجة، وده طبعا بيضايق المخرج جدا اللي بيجي كالعادة وبيزعق لأونو. وعشان الممثلة خايفة على زعل أونو بتقول للمخرج إن هي اللي غلطانة، وبقيت الكاست بيجي وبيحاولوا يهدوا أونو عشان خاطر ما يزعلش. وبعد لما بيخلص المشهد بيلاقي أون سونج جاية تاخده وبيبقى لطيف معاها جدا، وأونو بيقول لها أنا حاسس إن أنا وإنتي عيلة واحدة وإن أنا دلوقتي بقيت أب. فأون سونج بتقول في عقل بالها يعني أنا دلوقتي أم؟ وبيكون أونو الخبيث عامل كل ده عشان يقول لها إن هما ممكن يرتبطوا لو هي عايزة، بس هي ما بتفهمش قصده والموضوع بيبوظ. ولما كانوا بيتدربوا بيدخل الجي وبيعرفهم إن ده ميعاده وإن هو جاي يسجل هنا، فتيو بيتعصب وبيقول له احنا جينا قبلك واحنا اللي هنتدرب في الاستوديو ده. وبتحصل مشكلة ما بينهم، فالمدير بيفضل يهزق أون سونج لان هي اتلخبطت في المواعيد والميعاد ده مفروض يبقى بتاع الجي، وبيطلب منها ان هي تروح فورا وتطلع فرقة سول من الاستوديو. وعشان الجي عارف ان هيوم مؤلف شاطر بيقول له عشان خاطرك انا هسيب لك الاستوديو تتدرب فيه، ويا ريت انا وانت نبقى نشتغل على اغنية سوا. فهيوم بيحرجه بيقول له انا مش هتدرب لوحدي، انا هتدرب مع فرقتي. وعشان يغزوا الجاي بيبدأوا يقربوا من هيون عشان يعرفوا ان هما فرقة واحدة، بس أون سونج بتيجي وبتفضل تشد هيون عشان يمشي قبل ما يعمل لها مشكلة، وللأسف بتقع بالغلط على الجاي وبتوقع عليه القهوة، والجاي بيتصرف عادي ولا كأن حاجة حصلت، بس لما بيلاقيها وسخت الشرابة ب1300 دولار بيفضل يهزقها ويشتمها. وتيو بيبقى فرحان من اللي هيون عمله النهارده فبيعزمه على العشاء وبيقرر ان هو هيصالحه، وبيبداوا هما الاربعه يتدربوا على الاغنيه مع بعض. ولما أون سونج كانت نايمه بتشوف ان جائزه افضل اغنيه هتروح لإل جي على اغنيته الجديده، ولما بتصحى بتتصدم لما بتلاقيه في وشها، فهو بيفضل يهزقها لان هي مستغطيه بالبطانيه بتاعته، فبيشتمها وبياخد البطانيه وبيرميها في الزباله. وطبعا أون سونج بتبقى متعصبه منه وبتفضل تشتمه، وكعقاب لأون سونج عشان استغطت بالبطانية بيخليها تروح تجيب لهم أكل، لا وكمان بيشتمها وبيهزها وبيفضل معادها جنبهم عشان تنظف مكانهم. ومن حظ أون سونج الحلو لما كانت قاعدة بتسمع الأغنية اللي إل جي مفروض هيكسب عليها جايزة أفضل أغنية، بس الأغنية دي ما بتكونش عاجبة إل جي اللي بيفضل يهزق المؤلف كيفن على الأغنية دي وما بيرضاش ياخدها. وعشان أون سونج عارفة ان الاغنية دي هتحقق نجاح مبهر بتستغل ان المؤلف كيفن كتفه واجعه،
فبتقترح عليه ان هي تعالج له كتفه وفي المقابل يديها الاغنية اللي الجي رفضها. وكيفن بيفكرها هتاخد الاغنية دي ليها وتتدرب عليها عشان تبقى ايدول، فبيوافق ان هو يديها لها، وبتنجح اون سونج فعلا ان هي تعالج له كتفه. فبتاخد الاغنية وبتديها للفرقة، ولكن للأسف كلهم بيرفضوا ان هما يغنوها ما عدا اونو اللي بيقول لها ان هو موافق ان هو يغني الاغنية دي. فأون سونج بتشكر أونو اللي هو قاله، وبتقول لهم الأغنية دي على مسؤوليتي وهتكسر الدنيا. وبيفضل أونو يقنع تيو إن الأغنية دي هتنجح، وبيقرروا في الآخر إن هما هيغنوها، خصوصا لما هيون بيوافق عليها. وبيبدأوا يرقصوا على الأغنية، بس للأسف هيون ما بيكونش عارف يرقص، فتيو ما بيعديش الموضوع وبيفضل يدربه لغاية ما بيتعب. وهيون بيفضل سهران طول الليل عشان يتدرب على الأغنية، وأون سونج بتشوفه فبتيجي وبتقرر ان هي هتساعده في الرقصة. واول لما أونو بيشوفها واقفة جنبه بيغير، وبيروح يقول لهيون انا اللي هساعدك في الرقصة. وبيبدأ أونو يدربه، وبيكون عامل كل ده عشان هيون ما يقربش من أون سونج. وبيجي يوم التقييم وبيقدموا الرقصة، ولكن للأسف كانج بتزعقلهم على الرقصة اللي هما رقصوها. وكيفن بيزعل أون سونج لان هي خدت الاغنية بتاعته وراحت اديتها للفرقة. فأون سونج بتقول لهم ان الغلط كله غلطها هي، وان هي تتحمل المسؤولية كلها. وعشان أون سونج مديرة مؤقتة، أونو بيقول لكانج ان هو والفرقة المسؤولين عن الاغنية دي، وده طبعا عشان أون سونج ما تتطردش. فكانج بتزعق لهم وبتطلب منهم ان هم يسيبوا الشركة عشان هي مش هتتعاون معهم تاني. وطبعا الفرقة كلها بتزعل، وده لانهم مش هيغنوا تاني خالص. وكيفن بيعاقب أون سونج عشان خدت الاغنية وديتها لفرقتها، وبيخليها تروح تشتري له اكل. وأون سونج بالغلط بتعتصله في الأكل الغالي اللي هي راحت اشترته له وبتبوظه، فبتلبس الكمامة وبتقوله معلش يا كيفن أصلا عندي برد، بس هو بيقولها مش اطلعي برا. وبتفهم أون سونج إن هي مش هتنفع تغير القدر، خصوصا بعد ما عرفته. ولما كانت ماشية بتشوف إيرب اللي بيتخض أول ما بيشوفها، وبيقولها انت بتفكريني بالعيلة الفقر اللي فولت في وشنا ان احنا هنخسر. وأون سونج بتفتكر اللي هي عملته معاهم، وبتعرف ان هي العيلة الفقر اللي هم قصدهم عليها. وبعد شوية بتروح تزور جدتها اللي بتكون محجوزة في دار رعاية للمسنين. ولما بترجع الشركة، مديرها بيعرفها ان الفرقة خلاص هتتفكك، خصوصا ان تيو هيروح الجيش. فأون سونج بتفضل تتحايل على تيو ان هو يستنى، بس هو بيقولها ده قرار النهائي وبيجهز شنطته عشان يمشي. وأون هو كمان بيجهز نفسه عشان الشركة خلاص هتاخد البيت. وأون هو ما بيستسلمش، وبيحاول يلمح لأون سونج ان هو معجب بيها، وبيقولها انا كان نفسي اقعد اكتر من كده في الفرقة عشان انت تبقي المديرة بتاعتنا. فأون سونج بتشجعه وبتقوله متقلقش يا أونو، انت هتبقى ممثل شاطر. فأونو بيقول لها للأسف مش هلحق ابقى ممثل مشهور، لأن المخرجين بيموتوني في الدراما بتاعتهم. وقبل ما يمشي بيدي لأون سونج ورقة، ولما بتفتحها بتكتشف ان دي فاتورة. فأونو بيقول لها انت عارفة ان احنا معناش فلوس، فلو ينفع يعني تحاسبنا على الحاجات دي. فأون سونج بتقوله طبعا يا فنان، وبتسلم عليه وبتمشي. ولما هيون كان بيجهز نفسه عشان يمشي، هو كمان بيشوف الاغاني اللي فرقه سول كانت مسجلاها، ومن ضمنهم الاغنيه الرئيسيه بتاعتهم. بيفتكر ان هون سونج كانت قايله له ان الاغنيه دي اتمسحت لان في فرقه تانية اتهمتهم بسرقتها. وهيون بيقرر ان هو هيسمع الاغنيه، واول لما بيسمعها بيتصدم. وبنرجع بالزمن كام سنه لورا لما هيون كان في منغوليا، وبنعرف ان هيون هو اللي مؤلف الاغنيه دي، وان في واحد من فرقه جي لوف اعجب بيها وطلب من هيون ان هو يديها له، وهيون وافق، وفي المقابل ادى هيون عود يعزف عليه. فهيون بيجمع الفرقه وبيغنوا الاغنيه دي، وده طبعا عشان يفاجئوا المديره كانج، ولكنها بتزعق لهم وتقول لهم مش عيب عليكم تغنوا اغنيه مسروقه. بس هون هو بيقول لها الاغنيه مش مسروقه، وكاتب الاغنيه الاصلي هو اللي اداها لنا. وهيون بيقول لكانج ان هو المؤلف الاصلي للاغنية، وكيفن بيأكد كلامه، وده لان هو كان شايف ان فرقة جي لوف قايلة ان الاغنية دي بتاعت هيون. فكانج بتقتنع اخيرا ببراءة سول وان هما مسرقوش الاغنية، وكانوا كلهم مستنيين ان هي هتقول ان هما هيرجعوا الشركة تاني، بس للأسف هي بتقول لهم مش هترجعوا. وانا بصراحة ما قدرتش امسك نفسي في اللحظة دي، وكان نفسي اخش اجيب كانج من شعرها على اللي هي بتعمله في الفرقة. وعلى جانب اخر، ال جي بيعمل مؤتمر صحفي عشان اغنيته الجديده اللي نازله، وكوانج اخيرا بتستغل المؤتمر الصحفي ده وبتعلن ان فرقه سول هتنضم للشركه رسمي. وطبعا كلهم بيبقوا مبسوطين، ونو بيتكلم وبيشكر الفرقه،
ولما بيجي الدور على هيون بيقول للصحافة ان هو حاسس ان في رابط قوي بيربطه مع الفرقة دي حتى قبل ما يقابلهم. وطبعا خبر رجوع الفرقة بيبقى ترند وبيجي لهم اعلانات كتير. وون سونج بتروح تقابل يونج مخرج الاعلانات بتاعت الفرقة. بيكون يونج ده للأسف راجل قذر وبيتحرش بالموظفات بتوعه. وأول لما بيشوف أون سونج بيفضل ماسك في ايديها وبيكون عارفها، وده لأن أون سونج كانت قاعدة في مرة بتتدرب مع فريقها وفي صرصار بيدخل فأون سونج بتموته عادي. وفي الوقت ده هو بيكون هناك بيصور فبيصورها وبيعمل معها لقاء بعد ما موتت الصرصار، بس للأسف الناس كلها بتبتدي تهاجمها فأون سونج بتبقى شايلة في قلبها وساكتة. ومن حظها الحلو ان يانج مساعد يونج بيجي ياخده بيقول ان هم عندهم شغل عشان يبعدوا عنها. ولما فرقة سول بتيجي يونج بيشرح لهم الاعلان، بس اون سونج بتعترض وبتقوله ان هم مش هينفع يعملوا الكلام اللي هو بيقوله. فيونج بيزعلها وبيقول لها مفروض يشكروني اساسا ان انا بطلعهم في اعلانات. فتيو بيقوم وبيقوله احنا موافقين يا يونج ان احنا نعمل الاعلان ده. ولما اون سونج بترجع الشركة كانج بتديها هدية، ولما أون سونج بتفتح الهدية بتعرف ان هو كتاب عشان يحسن مهاراتها كمديرة. وفي اللحظة دي هيون بيجي وبيفضل قاعد جنبها وهي بتتعشى، وكان لسه هياكل بس هي بتشد منه المعلقة وبتاخد الطبق وبتقوله ان هو عنده تصوير بعد 3 ايام وما ينفعش ياكل. وفي الوقت ده المخرج يونج بيكلم أون سونج وبيطلب منها ان هي تيجي تقابله في حانة كاريوكي دلوقتي. فهيون بيعرض عليها ان هو يجي معاها خصوصا ان الوقت متأخر، بس اون سونج بتزعله وبتقوله ان هي المديرة بتاعته وما ينفعش يعملها كده. وطبعا لما اون سونج بتوصل يونج بيفضل يتحرش بيها، وبعد شوية بيمسك موظفة من الموظفين بتوعه وبيتحرش بيها هي كمان. وون سونج بتحاول تمنعه ان هو يتحرش بيها، بس للأسف هو بيزقها فبتتخبط. وفي الوقت ده اون سونج بتشوف المستقبل وبتعرف ان في مخرج هيتم اتهامه بالتحرش، والمخرج ده عنده علامة على رقبته. فهي بتبص على يونج وبتلاقي عنده العلامة فبتعرف ان هو ده المتحرش وبتمسكه تزعقله. وتاني يوم بتتصدم اون سونج لما بتعرف ان الموظفة اللي يونج كان بيتحرش بيها مش هتعترف بالكلام ده عشان هي جبانة وخايفة لو هو يرفدها من الشغل. وون سونج بتتصدم لان هي كده عملت كارثة مع يونج وان هو مش هيتفضح ولا حاجة. وعشان المشكلة تكمل اكتر مديرها في الشركة بيكلمها وبيعرفها ان يونج مش هيشتغل مع الشركة كلها بسببها هي، وبيفضل يهزقها ويزعق لها على اللي هي عملته معاه امبارح. فهي بتبقى خايفة وهي راح الشركة، بس بتتفاجئ لما بتلاقيهم كلهم بيشكروها. ولما بتقرا الاخبار بتعرف ان يونج اتفضح فعلا وان تم اتهامه بالتحرش، وبتكون جونج هي اللي عملت كل ده لما شافت يونج بيتحرش بزميلتها فقررت ان هي تفضحه. وبعد ما يونج بيمشي بيمسك يانج مكانه وبيقرر ان هو هيكافئ اون سونج، وكمكافأة ليها بيقول لها ان هو موافق ان فرقة سول تطلع في البرنامج اللي هو بيعمله. وطبعا تيو ما بيبقاش مصدق ان هو اخيرا هيطلع في برنامج محترم، وونو بيفضل يشكر اون سونج على اللي هي عملته. بس هيون بيعترض وبيقول لهم انا مش بعرف امثل زيكو فما تعملوش حسابي في البرنامج ده. فون سونج بتطلع وراه عشان تقنعه، بس هو بيزعق لها لان هو قال لها هيروح معاها يوم ما يانج اتحرش بيها. فهو بيقول لها انا هطلب من المديرة تغير لك مواعيد شغلك، بس هي بتتعصب وبتقول له انت مش حبيبي عشان تقول لي الكلام ده، وبتسيبه وبتمشي. ولكنها بعد ثانية بترجع له تاني عشان تقنعه بالبرنامج، وبتفضل تتحايل عليه ان هو يشارك معاهم. وهيون بيقتنع بكلامها فبيوافق في الاخر. ولما بتقول لي يانج ان هما جاهزين بيفاجئها وبيقولها ان هي كمان هتشارك معاهم في البرنامج. وطبعا اون سونج بتبقى طايره من الفرحه، وده لانها هتشوف هانا الايدول المشهوره اللي هي معجبه بيها وهتشارك معاهم في البرنامج ده. ولما اون سونج بتروح تجيب اونو عشان يشارك معاهم في البرنامج، المخرج بيعرفها ان هو مش هينفع يموته في الحلقه دي، وده لان الممثلين الكبار معجبين بيه وبيفضلوا ياكلوه ويشربوه عشان ما يموتش. بس المخرج بيطمنها وبيقول لها ان الكاتب شغال على موضوع موته واكيد هيحاولوا يموتوه قريب. واحب اقول لكم ان انا عدت المشهد ده 15 مره، وده لاني كل ما اقول ان اونو هيموت الريكورد بيعلق فبرجع اسجله من الاول تاني. واضح كده ان الملخص ذات نفسه مش راضي ان اونو يموت. وبعد ما اونو بيخلص بتفضل اون سونج تهتم بيه وبتفضل واقفه جنبه طول اليوم. وبيبدا البرنامج اللي بيكون مجمع اكتر من فرقه كي بوب، وبيمثلوا ان هم لسه في ايام ثانوي وبيسترجعوا الذكريات تاني. وطبعا المذيعه بترحب بفرقه سول خصوصا ان هي بقالها سنتين ما ظهرتش.
وبتبتدي كل فرقة تقدم استعراض، ولما بيجي الدور على فرقة سول بيطلعوا قرب، وبعديه على طول بيطلع الجاي وبنعرف ان هو كمان مشارك معهم في البرنامج. وبعد شوية بتظهر الايدول المشهورة هانا وبتفضل ترقص، وبتكون دي الايدول اللي اون سونج معجبة بيها، وهانا بتسأل على اون سونج لانها كانت بتسقف لها جامد، فهيون بيقول لها دي من اشد المعجبين بيكي، وهنا بتقول له هتلاقيك انت كمان معجب بيا، بس هو بيقول انا معرفكيش ولا عمري اساسا سمعت عنك. وطبعا الكلام ده بيحرج هنا جدا وبيخلي شكلها وحش. وبعد شويه بنلاحظ ان تيو مركز مع الايدول هايلي اللي بتكون عامله فريق مع ال جي، وبيتضايق كل ما تقرب منه. وبعد لما بيخلصوا تصوير بنعرف ان هايلي وتيو كانوا بيتواعدوا من زمان، بس هما دلوقتي منفصلين. وهايلي بتجيبوا العربيه بتاعتها وبتفضل تزعقله لان هو بيتغاظ لما بيشوفها مع ال جي، وكانت لسه هتبوسه بس هي بتضحك عليه وبتقول له مش اطلع بره انا اساسا مش طايقاك. وقرب ما بيصدق ان هو طلع في برنامج، فبياخد الفيديو وبيفضل يغيظ صحابه اللي كانوا بيتنمروا عليه، وبيبان عليه ان هو معجب بزميلته رئيسة الفصل. وعلى جانب اخر لما البرنامج بيخلص اونو بيفضل يهتم بأون سونج وبيقول لها انا مبسوط قوي بالبرنامج ده لان هو بيحسسني ان انا وانتي طلعنا رحلة مع بعض. وبنرجع بالزمن ل 2013 لما اون سونج كانت طالبة في ثانوي، وبنعرف ان هي كانت عيلة دحيحة ومن كتر الدح بتسيب الكراسة وتنام، فاون هو بياخدها منها وبيحط لها ايديه عشان تنام عليها بدل ما تتخبط في الازاز، وبيفضل سندها طول السكة لغاية ما بتوصل، وقبل ما تنزل بيحط لها الكراسة من غير ما تاخد بالها، وبتكون دي اول مرة هو شافها فيها، ومن ساعتها وهو معجب بيها. وبيحاول اونو برضو يلمح لها ان هو معجب بيها وبيقول لها انا نفسي انا وانتي نغني اغنية عن الحب سوا، وكان لسه هيعترف لها بس للأسف المخرج بيجي فبيضطر ان هو يمشي عشان عنده تصوير. والمخرج بيعرف اون سونج ان هيون وهانا هيألفوا اغنية رومانسية سوا، وهانا بتسأل هيون هو انت حبيت قبل كده، فهو بيقول لها ان هو بيحب بول، فهنا بتستغرب لان بول ده اسم راجل، بس هو بيقول لها ان بول اسم القط بتاعه، وبيعرفها ان عمره ما وعد في حياته قبل كده. وطبعا هنا بتتصدم ان هي هتكتب اغنية رومانسية مع واحد محبش قبل كده. وطبعا بعد اللي هيون عمله اون سونج بتروح وبتقوله انت ازاي ما حبيتش قبل كده، وبتبتدي تحكي له عن المشاعر اللي هو مفروض يحس بيها لما يشوف البنت اللي هو بيحبها. فهيون بيقول لها انا بحس بالمشاعر دي وانا معاكي، فمعنى ذلك ان انا معجب بيكي. فأون سونج بتتصدم، فيا ترى أون سونج هتعمل ايه وأون وو هيعمل ايه لما يعرف ان حبيبته بتتخطف منه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الجزء التاني اللي هنزله لما الفيديو ده يوصل ان شاء الله ل 12,000 لايك. واول كومنت معانا من ليان من الكويت، وانا كمان بحبك قوي يا ليان، وتحية ليكي ولكل اهل الكويت. والكومنت اللي بعده من علا، وانا كمان بحبك قوي يا علا. والكومنت اللي بعده من استبرك من العراق، وانا كمان بحبك قوي يا استبرك، وتحيه ليكي ولكل اهل العراق. والكومنت اللي بعده من اسماء من مصر، وانا كمان بحبك قوي يا اسماء. والكومنت اللي بعده من حسين خليل، واحب اشكرك يا حسين على تعليقك عندي في القناه. والكومنت اللي بعده من احمد من مصر، واحب اشكرك يا احمد على تعليقك. والكومنت اللي بعده من الزهراء من عمان، وانا كمان بحبك قوي يا زهراء، وتحيه ليكي ولكل اهل عمان. والكومنت اللي بعده من ريتا من العراق، وانا كمان بحبك قوي يا ريتا. والكومنت اللي بعده من رماس من مصر، وانا كمان بحبك قوي يا رموسه. والكومنت اللي بعده من ياسمين من الصومال، وانا كمان بحبك قوي يا ياسمين، وتحيه ليكي ولكل اهل الصومال. والكومنت اللي بعده من جوجو من العراق، وانا كمان بحبك قوي يا جوجو، وتحيه ليكي ولكل اهل العراق. والكومنت اللي بعده من زهراء من سوريا، وانا كمان بحبك قوي يا زهراء، وتحيه ليكي ولكل اهل سوريا. والكومنت اللي بعده من ايه من العراق، وانا كمان بحبك قوي يا ايه، وتحيه ليكي ولكل اهل العراق. والكومنت اللي بعده من سلمى من مصر، وانا كمان بحبك قوي يا سلمى، واحب اقول لك ان انا طلعت الكومنت بتاعك. والكومنت اللي بعده من ايمان، وانا كمان بحبك قوي يا ايمي، واحب اقول لك ان انا طلعت الكومنت بتاعك. والكومنت اللي بعده من رواء من العراق، وانا كمان بحبك قوي يا رواء. والكومنت اللي بعده من رفايده من مصر، وانا كمان بحبك قوي يا رفايده. والكومنت اللي بعده من علي سعد، واحب اشكرك يا علي على تعليقك عندي في القناه، وبقول لك ان انا طلعت تعليقك. والكومنت اللي بعده من اتينا من العراق، وانا كمان بحبك قوي يا اتينا، وتحيه ليكي ولكل اهل العراق. والكومنت اللي بعده من سدره، وانا كمان بحبك قوي يا سدره. واخر كومنت معانا من رانيا، وانا كمان بحبك قوي يا رانيا. وبس كده الفيديو خلص، ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه. سلام.